بسم الله. شوف موضوع الالوان في برنامج لانكسكيب. لو انا عملت سيلكت على عنصر هنا وجيت اخترت له اي لون هلاقيه اختار اللون ده. طب انا عايز اخصص اكتر، تمام، او ممكن الغي اللون تماما لو انا عايز، تمام. ولو دوست رايت كليك اجيب لي سيت فيل او سيت ستروك. ستروك اللي هو الخط الخارجي، برضه بلاقي هنا الفيل والستروك، بس هنا بيديني مزايا اكتر. انا لو طلع عايز الفيل بيديني الحاجة بالشكل ديت. ممكن اختار اي لون انا عايزه، سواء عن طريق ان انا اختار الالوان الار جي بي او الاتش اس ال او السي ام واي كي او عن طريق الكورة ديت. وممكن اختار هنا اكتب الرقم اللي عايزه او سي ام اس. تمام. او ممكن اقول له انا عايز اختار باللونين بالشكل دوت، اقول له ايديت اختار اي لون انا عايزه. او عن طريق ان انا اقول له ريال اهي، برضه بقى عنده لونين ابدا اختار بينهم واختار المستوى الشفافيه اللي انا عايزها. وهل انت عايز تكرر ولا لا؟ اعكسه مثلا او دايركت، تمام. وممكن اقول له انا عايز اعمل شكل متكرر كده، باترن، عندي اشكال كتيرة موجودة هنا، تمام. وده الستروك بوينت، ده الستروك ستايل. ممكن مثلا عايز تكبر خط بتاع الستروك، تمام. ممكن اقول له انا عايز الستروك بوينت يكون لون بالشكل دوت، عايز يبقى فيه تضارب بين اللونين، او عايز هو كمان يبقى باترن زي ما انا عايز ستروك ستايل. ممكن اخلي حاجة اكبر الويدث بتاعها، خليها مثلا 50، بالشكل دوت. دي بس مقدمة سريعة على موضوع الألوان في برنامج الإنكسكيب.